خلينا نبدا محليا، لاقونا بالشارع حتى ما نصير بالشارع. تحت هالعنوان دعت نقابه اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي جميع اصحاب المطاعم والموظفين للاعتصام امام تقاطع السودك والناصره لتعليق العمل بقانون منع التدخين الى حين تعديله، وذلك عند الساعه 10 من قبل ظهر بكره الاربعاء 27/2 بظل تراجع حجم الاعمال 70 و80%، وبعد ما اصبحت الافلاسات على الابواب. للمزيد حول هالتحرك بينضم لنا عبر الهاتف نقيب اصحاب المطاعم السيد بول عريس. نقيب، بنرحب فيك ببيروت اليوم. نحن بنشكركم لاهتمامكم. ما مدى اهميه هالتحرك يلي دعيتوا له بكره، وهل بتتوقعوا مشاركه كبيره خاصه وانه مطاعم زحله اعلنت اليوم تضامنها معكم؟ زحله وطرابلس وصيدا وطور وزغرطه والنبطيه والضاحيه وكلهم نازلين. نازلين على تقاطع السودكو؟ كلهم نازلين. طب بكره صرخه الم. نعم، صرخه وجع تجاه قانون مشحت وغير عادل. سيد عريس، البعض يقول انه تراجع الاعمال ما سببه بس منع التدخين، انتم عم بتركزوا على منع التدخين، قد ايه عطل اعمالكم هالقانون بالنسبه المئويه؟ نحن عم نحكي عن المطاعم اللبنانيه والمقاهي اللبنانيه والسهر، يلي على كل حال كان حجمها متراجع بحكم الاوضاع بال 2011 وال 2012، ولكن من اول ما بلش القانون من شهرين نزل حجم اعماله فوق يلي كان نازله، كان 70% زاده، يعني حجم الاعمال تبع هالمؤسسات نازل بين 80 و90%. نعم، هل في خطط للتصعيد؟ يعني عم نشوف انه نبرتكم صارت اعلى بهالفتره. نحن نتمنى على السياده النواب انه نسمع صرختنا، وبنتمنى عليهم انه هيدي الدراسات اللي جيبوها من امريكا ومن هونغ كونغ ومن ما بعرف وين يجوا ينزلوا يعملوها على الارض عندنا نحن. هن قالوا انه حجم الاعمال بده يتراجع 5 و10% اول شهرين، احنا متراجع معنا 70 و80 و90%. نعم، خلي ينزلوا يتحقق الحقائق ويرجع يشوفوا شو بدهم يعملوا بهالقانون. اذا هذا القانون ما عدلوا لنا اياه، نحن عم نطالب بتعديل فقره وحده بس. إذا ما تعدل هيدا القانون أكيد في خطوات تصعيدية. هل عندكم أجندة واضحة؟ نعم، الفنادق نازلين معنا. نعم، هل عندكم أجندة واضحة للخطط التصعيدية؟ يعني شو رح تعملوا؟ بنحكي فيها بوقتها. طيب بعد سؤال بدي استوضح منك، أنتم عم بتقولوا أنكم لليوم التزمتم بالقانون، ولكن بظل عدم رد الحكومة كل مطعم رح يتصرف بحرية تجاه الموضوع، هل هيدي مقدمة للقول أنكم ما رح تلتزموا بقى بهالقانون؟ تحضر الخطوات التصعيدية لحطون هيدا. نعم نعم، إذا نحن طبعا رح نتابعكم، رح نتابع اعتصام أصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي والفنادق مثل ما وضح النقيب بول عريس صباح بكرة الساعة 10 عند تقاطع السودكو النصرة. سيد بول عريس نقيب أصحاب المطاعم، شكرا جزيلا لك على هالمداخلة. منتابع لبنانيا، توقعت مصادر مطلعة بالقطاع النفطي للأم تي في استمرار تراجع أسعار المحروقات صباح بكرة. البنزين متوقع يتراجع 900 ليرة والمازوت 300 ليرة، لتكون صفيحة البنزين تراجعت بسبع أسابيع 2300 ليرة. ننتقل إلى الشأن الإقليمي، أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أنه عجز الموازنة لل 2012 تخطى ال 4 مليار دولار، وأوضح أنه الدعم اللي قدمته الحكومة للمشتقات النفطية هالسنة بلغ 1,128,000,000 دولار بظل انقطاع الغاز المصري وشراء المشتقات النفطية من السعودية بالسعر العالمي، بوقت بتدرس الحكومة إمكانية الإطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي لتخفيف فاتورة المحروقات، كما تم إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي لتوفير الطاقة. بيواصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زيارته للإمارات بيوم الثاني ضمن جولة تجارية ودبلوماسية بالخليج بتركز على تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار للمساعدة بإعادة الاقتصاد البريطاني الضعيف إلى النمو المستدام. وبخاطب كاميرون اليوم شركات الطاقة الوطنية بالإمارات لإقناعها بالاستثمار بقطاع الطاقة البريطاني، خاصة وأنه لدى الإمارات احتياطيات للاستثمار ب 700 مليار دولار،
كما وبيعرض حوافز ضريبية لجعل الاستثمار بحقول النفط المتقادمة ببحر الشمال أكثر ربحية ليعود ويتوجه لاحقا اليوم إلى السعودية. وكان أجرى كاميرون محادثات تركزت على التعاون الدفاعي لبيع دول الخليج مقاتلات تايفون يورو فايتر، بوقت أبدت الإمارات اهتمامها بشراء 60 مقاتلة، أعربت السعودية عن نيتها بالتقدم بطلبية مهمة. أفرج القضاء الإيطالي عن أرصدة ليبية بتفوق قيمتها المليار يورو كانت مجمدة من أدار الماضي، بعد ما أمرت محكمة بروما برفع الحجز عن أسهم بتملكها السلطة الليبية للاستثمار بيونيكريدي، أبرز مصرف إيطالي، وبمجموعة فين ميكانيكا الجوية والدفاعية. وكان تم حجز هالأسهم بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بإطار التحقيق حول جرائم ضد الإنسانية ضد معمر القذافي والمقربين منه. وبتموز الماضي أفرجت إيطاليا عن حصة للمؤسسة بمجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز. أوروبيا، كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم عن إجراءات لتنشيط القطاع الصناعي اللي بيعاني صعوبات لجعل صادراته أكثر قدرة على المنافسة عبر منح تخفيضات ضريبية قيمتها 20 مليار يورو للشركات بمقابل ضمانات بأنه تحافظ على الوظائف بفرنسا. وبتستند حزمة الإجراءات إلى نتائج تقرير أعده بتكليف من الحكومة رجل الصناعة لوي غالوا، واللي بيقترح خفض قدره 30 مليار يورو لضرائب الأجور وتعويضه بتخفيضات بالإنفاق ورفع ضرائب الاستهلاك. من تابع أوروبيا، وضعت المفوضية الأوروبية توقعات قاتمة لنمو الاقتصاد الإسباني حتى 2014، الأمر اللي بيقلص من فرص تحقيق الأهداف اللي وضعتها مدريد وبيجعلها أقرب لطلب مساعدة إنقاذ من منطقة اليورو. وما أكدت المفوضية ولا وزارة الاقتصاد الإسبانية التقرير اللي نشرته جريدة البايس، وبينت أن المفوضية بتتوقع أنه يكون 2013 بنفس سوء عام 2012 بظل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 1.5% بال2013، وبوقت توقعت الحكومة انكماش الاقتصاد بنصف نقطة مئوية. أخيرا، طبعا الانتخابات الرئاسية الأمريكية شاغلة العالم اليوم، ولكن ما مدى تأثير فوز أحد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مستقبل منطقة الشرق الأوسط؟ تقرير يلقي الضوء. الاختلافات بالسياسات الاقتصادية بارزة بوضوح بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخصمه الجمهوري ميت رومني، خاصة حول قوانين الضرائب والتأمين الصحي ومشاريع الإنعاش الاقتصادي وخلق الوظائف. ولكن ماذا عن ملف الطاقة وتحديدا الاستقلال بمصادرها واللي بيحدد مستقبل العلاقة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط؟ فموضوع الاستقلال بالطاقة نقطة تقاطع بين المرشحين الرئاسيين، غير أنه الخلاف بيدور حول سبل تحقيق ذلك. فالحزب الجمهوري طرح أنه المطلوب هو دفع الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج الطاقة بوسائل التقليدية والاستعانة بمناجم الفحم ومصادر النفط بكندا، بوقت بيأكد الديمقراطيين أنه استبدال مصادر الحصول على النفط والفحم الحجري لازم توصل لتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة اللي بتعتمد على الرياح والشمس والمياه، مما بيسمح بحماية البيئة وخلق الوظائف. ولكن لقضية الاستقلال بالطاقة أبعاد بتتجاوز القضايا الاقتصادية، فهي بحسب CNN بتحدد ضمنياً العلاقات اللي بتربط أمريكا بدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط وطبيعة مقاربة واشنطن السياسية للعلاقات الإقليمية. فمع تراجع الاهتمام بموارد الطاقة العربية بيخشى البعض تراجع النفوذ الأمريكي بالملفات الراهنة، كما أشارت مجلة تايم إلى أنه انكفاء الولايات المتحدة عن الاستعانة بنفط المنطقة ممكن ينعكس على شكل فراغ قوة بتستفيد منه دول أخرى، وعلى رأس الصين اللي بتطلع إلى دول الخليج وإيران بشهية مفتوحة على النفط. ننتقل إلى جولة الأسواق. محليا ببيروت اليوم التراجع أو الارتفاع للمؤشر بظل تباين أداء أسهم سوليدير، ولكن أسهم سوليدير بعد قرب مستويات 12 دولار و30 سنت تقريبا. بالخليج، الأبرز بورصة الكويت يلي عكست ارتفاعات الأمس إلى تراجع سريع اليوم بظل الأزمة السياسية اللي عم تلقي بتقلع على سوق الأسهم، بوقت تسجلت بعض الارتفاعات ولو الطفيفة بالأسواق الخليجية الأخرى. إلى آسيا، الأسهم اليابانية عم تتراجع مع تفادي المستثمرين تكوين مراكز كبيرة قبل معرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية، ولكن ضعف الين من المرجح أنه يقيد الخسائر لأنه بيقدم دعم لأسهم شركات التصدير.
إلى أوروبا، وطبعا ساعدت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا بالآونة الأخيرة الأسهم الأوروبية على الارتفاع خاصة اليوم. وبيبقى عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن المتوقع أنه يكبح التحركات طوال الجلسة بأوروبا. الذهب ارتفع مع تعافي اليورو، والأونصة عم بتسجل اليوم 1684 دولار و86 سنت تحديدا، بوقت استقر مزيج برنت الأوروبي عند حوالي 108 دولار للبرميل. طبعا اليوم في عدم اليقين بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عم بيسيطر على التداولات، وتجدد القلق بشأن اليونان وأزمة منطقة اليورو بصدارة مخاوف المتعاملين بأسواق السلع. اليورو عم بيتراجع لأدنى مستوى بشهرين أمام الدولار، بظل عدم اليقين بشأن اقتراع برلماني على إصلاحات للميزانية وقوانين العمل باليونان. طبعا هذا الاقتراع بيحدد إذا كانت اليونان رح تواجه الإفلاس أو لا، وبالتالي اليورو عم بيسجل مستويات 1.2788 تحديدا بهاللحظات. نهاية جولتنا الاقتصادية، منتابع معكم بيروت اليوم. يعطيك العافية.